আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের মধ্যে এখন কুরআন থেকে তেলাওয়াত নিয়ে আসছেন মোহাম্মদ তানজিম। তানজিম সূরাত ত্বরিক তেলাওয়াত করবে। بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينذر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم ويدا صدق الله العظيم.